أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا المحامي المعروف الأستاذ مختار نوح. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. سعداء بحضرتك. نجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ المحاضر الدولي الشيخ رضا طعيم. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أستاذ مختار، الكل هناك يطالب بإلغاء المادة 28 اللي تحدثنا فيها هنا في هذا البرنامج وفي هذا المكان في هذا الاستوديو وفي هذه القناة أكثر من مرة، والكل يطالب هناك بإلغاء المادة 28 ومنذ عام. نعم. يعني تحدثنا هنا منذ عام، يعني الحمد لله القناة كانت الإعلام كان أسبق حتى من وعي الكثيرين من الذين. المادة 28 لها قصة، نحن نقولها ببساطة أن المادة 28 أراد الرئيس حسني مبارك أن يصنعها حينما هم بتوريث الأمر إلى ابنه. الرئيس حسني مبارك، بس عشان الإخوة المشاهدين يبقوا فاهمين معنا الخطة كانت إزاي، كان هو الذي يقوم بتعيين النائب العام، وهو الذي يقوم بتعيين رئيس المحكمة الدستورية. وكان القضاء حتى كان وما زال القضاء حتى درجة معينة تحت سيطرة وزير العدل. الآن قانون استقلال السلطة القضائية كان لازم مجلس الشعب يبدأ به، للأسف لم يبدأ به، وبالتالي جاءت المادة 28 بنفس النمط وبنفس الخطة التي وضعها حسني مبارك. نعم. المادة 28 بتقول إن الأغلبية بثلاث أصوات لخمس أشخاص، والخمس أشخاص دول ثلاثة منهم تقريبا معينين، ومنهم اثنين مطعون في حيادهم، فاروق سلطان المستشار فاروق سلطان لأنه معين من قبل رئيس الجمهورية، والمستشار عبد المعز لأن هناك شكاوى عدم صلاحية بشأنه موجودة في الله. إذا من ناحية الواقع الموضوعي المادة 28 لا تصلح لأن تصنع لجنة محايدة، أما من الناحية الدستورية فهي مادة غير دستورية. وأنا متعجب إن المجلس العسكري حريص على أن يحيل بعض التشريعات إلى المحكمة الدستورية، وحينما قام بسن هذه المادة اصطدم بكل القواعد الدستورية. قد يقول البعض أن اللجنة كان فيها المستشار طارق البشري والأستاذ صبحي صالح. نعم. وأنا أقول أنه أيا من كان فيها فهو مدين باعتذار إلى الشعب، لأنه صنع من كان في اللجنة، من كان في اللجنة مستشار طارق البشري صبحي صالح طبعا كلهم، والدكتور عاطف البنا أيضا مدين باعتذار، لأن هذه المادة ثابت دستوريا أن القضاء المصري أو أن الدستور المصري لا يحصن قرارات إدارية. طيب إذن لماذا وافقوا عليها؟ والله الله أعلم، لكن أي مكان الأمر مش هم بس المدينين باعتذار، كل من حرضوا الناس على أن يقولوا نعم لهذه المادة أيضا مدينين باعتذار. ليه بقى؟ لاصطدام هذه اللجنة أصلا بالقواعد الدستورية الموجودة في مصر بقالها 60 سنة، وإحنا ماشيين على عدم جواز تحصين القرار الإداري، والمادة نفسها بتقول إن القرارات التي تصدر قرارات إدارية، هي بتقول كده، وتكون قرارات اللجنة يعني قرارات إدارية مش أحكام. فالدساتير كلها اللي صنعت في مصر ضد تحصين القرار الإداري من الطعن فيه، بل بالعكس الإعلان الدستوري نفسه اللي هو اتولد مشوه فيه المادة 21 التي تحظر تحصين القرار الإداري من الطعن عليه. إذن هو مصطدم بالإعلان الدستوري، مصطدم بحقوق الإنسان، مصطدم بالمعاهدات الدولية، والأهم من ده كله أنه مصطدم بالشريعة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نخرس مظلوم من عن أن يرفع مظلمته. ما فيش تحصين لقرارات إدارية، ولو كانت قرارات النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت في أمور الدنيا وفي أمور المصالح، ما فيش حاجة اسمها قرار. نعم. لا يطع. عفوا شيخنا أستاذ مختار، بس في بيان بيتم توزيعه الآن في ميدان التحرير، بيان تأييد حسان رئيسا يثير أزمة بالتحرير، أثار توزيع عدد من السلفيين لبيان نداء أخير في صرخة ثورة خلال مليونية اليوم بميدان التحرير تقرير المصير، واللي يطالب بنصرة أعضاء مجلس شورى علماء مصر على رأسهم الشيخ حسان الشيخ يعقوب الشيخ الحويني لتولي مقاليد الحكم حافظة المشاركين في مليونية تقرير المصير، مما دفعهم لمنع الموزعين من الاستمرار في توزيع البيان بميدان التحرير بعد حدوث مشادات بينهم. وأشار البيان الذي تم توزيعه إلى أن توحيد الصفوف عامة والمسلمين الخاصة خلف علماء المسلمين سيصل بمصر إلى بر الأمان وبداية طريق النور والعدل، مشيرا إلى أن هؤلاء العلماء قوم لا يخشون إلا الله ويعرفون عزته وعظمته ويحذرون الفتن ويقولون الحق. أقول الشيخ حسان لا علاقة له بهذا البيان، وأنا أيضا الشيخ حسان لا علاقة له بهذا البيان الذي يوزع في ميدان التحرير، البيان الذي يطالب بتأييد حسان رئيسا لمصر. أقول مرة أخرى الشيخ محمد حسان لا علاقة له بهذا البيان الذي يوزع الآن في ميدان التحرير. نعم. أنا أظن أن هذا البيان زي كده اليد التي أشعلت البترول واليد التي قتلت في بورسعيد، يعني مجرد إثارة الفتنة وإثارة الزوبعة، لأن المظهر العام حلو
ويبدو ان دي بدايه لكي تصحح التيارات الاسلاميه مواقفها ايضا في اتجاه الاخرين، وان الاخرين ايضا عليهم ان يصححوا موقفهم تجاه الافكار الاسلاميه. الخلاصه ان الماده 28 هي ضد الشريعه وضد الدستور وضد الاحكام الدستوريه السابقه وضد احكام المحكمه الدستوريه العليا منذ انشائها حتى الان، وضد الماده 21 وضد حقوق الانسان وضد المواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر. ولا يوجد اطلاقا ما يبرر تحصين قرار إداري من الطعن عليه إلا أنه كان إعداد، هذا التحصين كان إعداد أو تمهيد لجمال مبارك في ذلك الوقت. جت اللجنة شكلت أمام الناس، وأنا هنا لا أبرئ المجلس العسكري طبعا، أنا لا أحب الدخول في العموميات في حديثي كله، لا أحب العموميات كأن نقول أقاموا شرا فعلوا، لا أنا بحدد أشخاص باتهامات. أقول أن المجلس العسكري حينما أعد هذه المادة إنما كان يعد لهذا اليوم. ليه بقى الناس بتطالب بتسليم السلطة في موعدها؟ هي الناس تقصد تسليم السلطة تسليما صحيحا في موعدها، لأن البداية خطأ، البداية خطأ. حكاية البرج العاجي وقهر الناس عن طريق الأحكام ومنعهم من التظلم، ثم بعد ذلك نلوم حازم ونلوم خيرت ونلوم، لا، نحن نلوم المادة التي وافق عليها الجميع، ونلوم الجميع أنهم وافقوا على هذه المادة. لذلك احنا بنقول بقى أن هذه المادة إذا ما استمرت حتى إعلان النتيجة فمن الممكن أن نعلن نتيجة الانتخابات من الآن، ولا داعي إطلاقا للدخول في هذه الجمهرة، ولا داعي إطلاقا للدخول في معركة الانتخابات الرئاسية. لذلك سيدي هذه المادة إنما هي تمهيد للتزوير. جميل. نقلها المجلس العسكري من تعديلات 2005 نصا، حتى أن هناك 28 كلمة من أولى بالنص بالترتيب بتاعها 28 كلمة نقلها نصا من حكم مبارك، ولا ألوم المجلس العسكري في ذلك، إنما هو تعمد ذلك، بل العكس، لقد تعمد إصدار تشريعات لحماية الفساد، ومنها كما قلنا في حلقة سابقة المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012. فهذا المجلس منذ اللحظة الأولى كان يخطط لتوريث الثورة إلى الحكم السابق، ولكن بأشخاص أخرى وبأشكال أخرى. جميل. شيخ رضا فتى بيانه لابد نتكلم فيها، ولكن في تصريح الأستاذ مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل بيقول المفتي علي جمعة مكانه ترى وليس دار الإفتاء، ووصف مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل زيارة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية القدس بأن تطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الأراضي الفلسطينية منذ سنوات وقاتل للمسلمين على الأراضي الفلسطينية. وأضاف حسين من أعلى منصة حزب العمل بميدان التحرير أن مفتي الجمهورية هو استمرار للنظام مبارك، خاصة أن مبارك هو من نصبه في هذا المكان، مطالبا بإقالته وتقديمه للمحاكمة بتهمة التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مكانه الحقيقي ليس دار الإفتاء ولكن سجن ترى مع من عينوه في هذا المنصب. من جانبه هتف أنصار حزب العمل علي جمعة العميل راح زار إسرائيل، علي جمعة بره بره، يسكت يسكت التطبيع. هنعلق على الكلام ومسألة فتى بيانه بعد هذا الاتصال. معانا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا ملهم؟ أهلا أستاذ أحمد، اتفضل. برحب بحضرتك وبضيف حضرتك الكرام. ربنا يكرمك، اتفضل يا أستاذ. والله ملهم أنا عايز أعلق على الأخ اللي هو كان اتصل من الداخلية واتكلم على الإخوان. أولا أنا مش من الإخوان، بس بزعل لما ألاقي حد بيعمل فرقة ما بين المسلمين. نعم. يعني إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكونوا أنت والشيطان عونا على أخيك. نعم. وإحنا في وقت عايزين في اتحاد. انا بزعل جدا لما الانسان يتكلم على سلفيين او يتكلم على اخوان. انت عملت ايه؟ المفروض ده وقت اتحاد. ده انا هسالك سؤال بس الاخ اللي اتكلم. اعدائنا من الخارج من الداخل عايزين مننا حاجه واحده، هو الفرقه والتنازع. مش هيقدروا يحاربونا اكتر من كده من الفرقه والتنازع، فما تكونش انت والشيطان على اخوانك. نعم، صح كده. طيب، جميل، شكرا جزيلا لك. رمضان من القاهرة، ولكن أنا عايز أقول وعايزين نتحقق، ريت إخواننا في الكنترول يتحققوا من الخبر ده. أنصار أبو إسماعيل يعلنون اعتصامهم بالتحرير لحين تحقيق مطالبهم. أعلن أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اعتصامهم بميدان التحرير حتى تتحقق مطالبهم التي تتمثل في إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وإعادة أبو إسماعيل لسباق انتخابات الرئاسة. وطالب أنصار أبو إسماعيل بتنحي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. في سياق متصل قال النائب ممدوح إسماعيل لا نقبل أن يحكمنا محمد حسن مبارك مرة ثانية، لافتا إلى أنه تقدم بطلب لمجلس الشعب لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري. وأكد ممدوح إسماعيل من أعلى منصة حازمون أن المادة 28 تسببت في مشاجرات واشتباكات تحت قبة البرلمان، مطالبا الذين وضعوا الإعلان الدستوري ووضعوا المادة 28 أن يعلنوا أنهم أخطأوا عندما وضعوا هذه المادة. ريت نتحقق من هذا الخبر.
ناخذ اتصال ونستكمل مع الشيخ رضا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس انا عايز اقول كلمه صغيره. نعم. اولا بمناسبه فتبينوا اللجنه لجنه الرئاسه بتقول ان ام الشيخ حازم امريكي وده ادعاء والبينة على من ادعى. للاسف يا شيخنا احنا عمالين نسمع كلام مرسل، يعني عمالين نسمع في القنوات الفضائيه فاروق سلطان بيقول كذا، حاتم بجاتو بيقول كذا، لكن ما شفناش دليل مادي ملموس مرئي مؤكد ان والده الشيخ حازم امريكيه، ودليل رسمي موثق. يعني انا ابن اختي في الجامعه الامريكيه لما بياخد شهاده بيبقى عليه بيانات معينه، بادجات معينه، امضاءات معينه، فما فيش. والاستاذ مختار نوح موجود طبعا وكان من المدافعين عن الشيخ حازم، فاحنا عايزين بينه. يعني حتى اللي بيستضيف الناس دي واخد بال حضرتك بيسمع، احنا بنسمع كلام مرسل، ومجرد عرض الناس دي بارائهم وبكلامهم يبقى ده تأييد مننا ليهم، مش حكايه سماع الاخر يا سيدنا. لان حتى القنوات الفضائيه لما بتستضيف اسلاميين بتبقى جايباهم عشان تقطعهم، وبتجيب لهم ضيوف عشان يقطعوهم، معذره في اللفظ. يعني احنا كقنوات فضائيه لما بنستضيف الناس دي ما بنجيبش يعني حد يرد عليهم، بنسيبهم منهم للمتصلين، وطبعا المتصلين بيصرخوا وبيصوتوا. احنا عايزين بينه على ان الشيخ حازم امه امريكيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه جريده الرحمه، انا سمعت من شويه الاعلان بتاعها فيها اعلان بيفيد ان الشيخ حازم كذاب. يعني انا حزين لهذا. يعني احنا لحد النهارده لم نرى بينه. فين يا اخي؟ بس ما الجريده، جريده الرحمه قدامنا اهي. حضرتك في، انا سمعت جريده الرحمه اهي، جريده الرحمه قدامنا اهي، مكتوب حقيقه المؤامره والالغاز العشره في خروج حازم صلاح ابو اسماعيل من سباق الرئاسه. دكتور صفوت حجازي، حازم مظلمته قانونيه ولن ننصره بدماء المسلمين، تغليب المصلحه العليا الطريق لخروج مصر من الازمه. ده العناوين الرئيسيه لجريده الرحمه قدام حضرتك، يا ريت نجيبها على الشاشه. طب معلش معلش يا شيخنا، راجع حضرتك الاعلان اللي بيتقال في القناه. ما هي حضرتك اهي بخصوص الشيخ حازم، ما هي حضرتك قدامنا اهي. انا عايز انضم للزميل في نقطه برضه، نقطة مهمة. هو المشكلة مش ان هم اذاعته بينة، مين اللي حياتي بتبينة؟ هذه اللجنة اذا اتت بكل ما اتت به دون ان تمكنني من الرد عليها او الطعن بالتزوير فيما تقدمه السندات فلا قيمة لما تقدمه. البينة هنا جميل. في حالة اختفاء. البينة معناها ان يتبادل الطرفان الخصومة، لكن طرف يعلن من داخل القصر وطرف اخر بره بيعتصم وعيط. وانا اعلنت ايه؟ لا، هم اعلنوا ان في مساندات معاهم لم يقدموها للمحكمه. انا كشخص انا لا انا ما بتكلمش على انا بتكلم بوجه عام. لا يعني انا هم طلعوا مستندات، انا لم ارد باي شيء لاني لم امكن من التظلم ولم امكن من الطعن عليه بالتزوير. اطلعت على الاوراق. لا يا فندم، الاطلاع لا يكفي. يعني حضرتك بتقدم لي مستند ولا تمكنني من الطعن عليه بالتزوير ازاي؟ ما يمكن مستند مزور. مجرد ان انا طالع ده هو ده المعنى القضاء المعوج. نعم. انا لا احترم اي كلمه تخرج من طرف واحد. جميل. الشيخ رضا، هو طبعا انا عايز اتكلم فتبينوا ان النهارده الاعلام المصري واخد منهج خطير جدا جدا، ان كل حاجه كلام مرسل. اي واحد يطلع يتكلم على اي حد، واي حد يطلع اي فكره على اي حد، واي حد يشاور في اي حد ومن غير بينه ومن غير دليل، ودي جريمه كبيره جدا. عندنا قاعده فتبينوا التي جاء بها القران الكريم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الان بعض القنوات المعينه حريصه جدا جدا ان هي تقدم بلا بينه لتشويه الاشخاص ان كان هذا الكلام بيمشي في منهجها وفي طريقه التفكير. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا دايما اقول ان ربنا تبارك وتعالى الذي انزل القران الكريم اعطانا ان نتوب اليه، ان الله لا يغفر ان يشرك به. شوف قاعده في القرآن الكريم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا إيه المانع أن بتاع الحزب الوطني ده لما يقول أنا تبت عن اللي أنا عملته وندمت على ما فعلت وعايز يشارك في الحياة السياسية بشكل يوافق الإسلام واتفق مع الإسلام؟ يعني ايه المانع ان هو يشارك في الحياه؟ انما طول ما انا محصره وطول ما انا قهره وطول ببدا اكرر معاه اللي هو عمله فيا في يوم من الايام، يعني هو منع الصوت الاسلامي، منع الوصول الى الفهم والوعي الاسلامي، وكان حريص على تهميشي. انا لما بقيت في موقع المسؤوليه بكرر معاه اللي هو عمله فيا، انا كان نفسي الاسلامي يديله الصوره العكس اللي هي صوره سيدنا علي حينما قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا قال إخواننا بغوا علينا، ذبحوا قتلوا.
في الصحابة، ورغم ذلك قال إخواننا بغوا علينا. فإيه المانع إن إحنا النهاردة أنت وخلي بالك الحزب الوطني شغال، تنفكر الحزب الوطني مش شغال، كم حزب كله شغال وبأسماء تانية خالص مش الحزب الوطني، إنما حزب كذا وحزب كذا وحزب يؤيدون، لا يؤيدون الفريق أحمد شفيق وكلهم بتوكيلات كثيرة على مستوى يا أخي الفاضل يا أخي أكثر من 15 مليون، لازم نعرف الكلام ده، أكثر من 15 مليون ناس في الحزب الوطني شغالة دلوقتي على أرض الواقع. فبدل ما تحاربه قل له تعالى ايه رايك، تعالى شاركني في الحياه، بس انت عملت 1 2 3 4 5 وده ممنوع دلوقتي في واقعنا المعاصر، وانت مسلم وانت مصري وانت مسيح انت اي حد، وتعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف مصلحه مصر فين. رجب طيب اردوغان لما ده نزل في تركيا هو ده اللي عمله، خد بايده في ايد العلماني وايده في ايد الليبرالي وكل الطوائف اللي موجوده، قال لهم الهدف الوحيد عندنا دلوقتي نصره هذا الوطن الغالي، ازاي نرقى بيه، ازاي نعلو بيه. الموضوع يا استاذ ملهم مش عايز قصص طويله وعايز قوانين كتيره وعايز يعني ان احنا نقعد نتكلم في 15 سنه في الموضوع. الناس محتاجه ان هي تعبد ربنا بحريه، رقم 2 تاكل تشرب تنام في امان، اربع حاجات تلاقيهم مع عم حسن البواب وخالتي ام ايه اللي بتبيع في البقال، يعني كل الناس تفهم الكلام ده، يعني الموضوع مش معضله. او اعبد ربنا بحريه، يحكم شرع الله تبارك وتعالى، طبعا مع العبادة بالحرية هنا تعني أنني يحكم شرع ربي تبارك وتعالى علي، ربي الذي أنا أحبه يا أخي طبق لي شرعه أنا بحبه، وبعدين افرض أنا ما اطبقش عليها شرع ربنا وأنا هسمع كلام حد. طب ما احنا في كثير من الأمور ما كانش مطبق علينا شرع ربنا، وكنا بنروح مساجدنا وبنقيم وما بنشربش الخمرة ما بنزنيش ما بنفعلش ما، يعني أنا مش مستني يجي رئيس دولة هو اللي يخليني أعمل أبعد عن الغلط، إنما الغلط أنا ربنا أمرني بيه، وعشان كده جاء رئيس جمهورية وما جاش رئيس جمهورية دي مش قضيتي. أنا أقيم شرع ربنا فيا وفي بيته وعلى مراتي وعلى أولادي وعلى شرعه وعلى حبايبي. فإحنا عايزين نفهم إن رئيس الجمهورية ده مش عصا سحرية هيجي يغير لنا هينزل لنا الخير. اذا كان في بلدنا، اذا كان واقع امتنا، يعني انا مثلا جنب قريب او من البيت اللي انا فيه خماره، فانا دايما اعدي على العيال في صلاه الفجر، العيال اللي بتحرس الخماره، واقول لهم خلي بالكم ان شاء الله باذن الله تعالى هشتري المكان ده واحوله مسجد. يا اولاد مين اللي هيأذن؟ والله العظيم العيال اللي بيحرسوا واحد يقول لي انا نفسي انا افرش السجاجيد، انا نفسي انا اللي ادخل الناس الميضه، انا نفسي. فانا لو نزلت على ارض الواقع وبدات احقق العداله من خلال الكلام كفايه تنظير. يا استاذ ملهم بقالنا سنتين عمالين نتكلم في القنوات الفضائيه، الفلوس اللي اتصرفت في المناظرات والكلام على في القنوات الفضائيه تكفي تسديد ديون مصر، الايجارات الخاصه بالقنوات دي واللي بينفق على ادارتها وعلى واقعها، لو كانت اتلمت هذه الفلوس بالكامل كانت سددت ديون مصر. يا استاذ ملهم ما حدش بيتكلم دلوقتي في كيفيه البناء وكيف نتطور وكيف نطور العقل. النهارده كل حوارنا كله تحت الحجاب، ما فيش فوق الحجاب. تحت الحجاب يعني الحجاب الحاجز تحته شهوه الاكل وشهوه الفرج، كل الحوار تحت الحجاب، ما حدش بيطلع فوق الحجاب الى القلب او الى الفكر، الامور كلها محصوره تحت الحجاب او الحوار السلبي. الحوار السلبي اللي هو بيفقد نعمة الهدوء النفسي والصفاء الوجداني والسمو الروحي، بيفقدك كل ده. الإدرينالين لما أنت بتسمع كلام جميل جدا جدا بينمو في جسمك الإدرينالين، ولما بينمو في جسمك بيروح لأماكن الوجع اللي فيك بيعالجها، ودي من عند ربنا تبارك وتعالى. فالكلام الجميل الآن مستشفيات بالكامل يا أستاذ ملهم دورها العلاج بالكلام. فأنت قاعد تسمع 15 سنة بكلام 15 ساعة كلام كله سب ولعن سب ولعن سب ولعن، وتقيس الكلام ده على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. مش دي أخلاقنا، أخلاقنا هي قول ربي تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. أنت لما بتيجي تاكل في عنقود عنب، بس أخشى أن سكوتي قد يعتبر المشاهدين موافقا، يعني أنا طبعا أنا مختلف. براحتك براحتك، بس أنا بسجل يعني الله يعزك. أحسن سكوتي يعني حضرتك مسترسل. فإحنا طبعا كل الكلام ده إحنا في قول يعني نظر من وجهة نظرك الله يفتح عليك. في قول الله تبارك وتعالى عندنا في القرآن الكريم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أنا لما أجي أشوف، أنا لما باجي أكل عنقود عنب بختار أطيب كلمة فيه. الإسلام بيقول لي اختار أطيب، اختار كما أنك تتخير أطيب حبة في العنقود، تخير أطيب كلمة في الكلمات. دي أخلاقنا ودي أسلوبنا. جميل. وبعدين كلمة لوجه الله الكريم. أنا أعرف ناس في الحزب الوطني تحفظ القرآن كاملا، أعرف ناس بتلبس النقاب، أعرف ناس في الحزب الوطني كانوا شغالين في تحفيظ القرآن. يا أخي أنا كنت حاضر تكريم ألف حافظ للقرآن الكريم في الحزب الوطني في طنطا. يا أخي
كنت حاضر وتخرج وشباب في كليه الطب وشباب وكذا 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 وكذا. دول تيجي تقول لي جنبهم يا شيخ رضا وما تعترفش بيهم وكذا, ده ظلم. انما انا اجي اقول ايه هنا؟ اجي اقول للقيادات, انا شفت واقسم بالله الواحد الاحد واحد دخل مسك قياده حزب وطني بنى فيه جامع وبدا يعلم الناس الاسلام بيقول ايه, ما بداش يتمسك بقوانين خاصه بالحزب الوطني. الاستاذ مختار محتاج يعلق على هذا الكلام بعد الاتصال معنا احمد ابو عقيل من ميدان التحرير. انا عايز اتكلم كمان عن الشيخ علي. اتفضل يا احمد. معنا الان الدكتور خالد الخطيب من وزاره الصحه ليحدثنا عن الاستعدادات وزاره الصحه لاي جديد في ميدان التحرير. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. الصحة عملت كافة استعداداتها بالنسبة للأحداث بتاعة النهاردة. تم رفع درجة استعداد في جميع المستشفيات الميادين العامة على مستوى الجمهورية وتزويدهم بالأطباء والأدوية اللازمة والتجهيزات الطبية. وحاليا في ميدان التحرير في ما لا يقل عن 40 عربية إسعاف وخمس عيادات لعمل مستشفيات ميدانية. نعم. الإصابات بسيطة جدا, ما تظهرش إصابات ولكنها نتيجة تدافع, كدمات بسيطة وما فيش أي تلاحم ما بين الجمهور, وده كان نتيجة الزحام مش أكتر يعني. جميل. والحمد لله الأمور عدت على خير, وإحنا متواجدين كلنا وكل قيادات وزارة الصحة متواجدين في ميدان التحرير. بالتوفيق إن شاء الله دائما يا أستاذ. وقيادات وزارة الصحة في الإسعاف وفي الرعاية العاجلة كلها متواجدة في الميدان. طيب جميل, شكرا جزيلا لك. يا أحمد أبو عقيل. أحمد أبو عقيل. أحمد. طب يا ريت نتواصل مع مراسلنا في ميدان التحرير نتأكد من مسألة إعلان أنصار أبو إسماعيل إعلان اعتصامهم بالتحرير لحين تحقيق مطالبهم, والحرية والعدالة بيقولوا الإخوان سيغادرون الميدان عقب صلاة المغرب ولن يعتصموا. يا ريت نتحقق من الخبر بس إن شاء الله. هو أنا كنت عايز بس أضيف حاجة كده سريعة بالنسبة لفضيلة الشيخ. الخبر منتشر على النت فيا ريت نتأكد منهم, بس يا ريت نتأكد هل سيكون هناك اعتصام أم لا, سيكون هناك اعتصام أم لا. الخبر منتشر الآن على الأهرام, على بوابة الأهرام, على اليوم السابع, على الوفد, على الشروق. هذا الخبر فيريت نتأكد منه هل سيكون هناك اعتصام أم لا حتى نقدم المعلومة سليمة وصحيحة. رقم واحد, أنا عايز سريعا الرد على الأستاذ مجد حسنين اللي بيتكلم على مجد حسين بيتكلم على فضيلة الإمام الشيخ علي جمعة بهذا الكلام. كنت أتمنى أن يرد وهو واقف في نفس المنصة على الشيخ حسن نصر الله في لبنان اللي فتح سجننا وانتهك عرض مصر بأشياء لا يحمد عقباها. كنت أتمنى لو هو شامخ وفي الشموخ ده يطلع يرد على الشيخ حسن نصر الله الذي انتهك أعراض مصر وفتح سجننا وخد ولاده إلى هناك. فإحنا مش عايزين يعني, هو لا يجرؤ أن يتكلم عن إيران أستاذنا يعني, لأن أنا سمعت له لقاءات. بس الشيخ علي جمعة تحديدا من خلال بقى عمل الدولي, أنا ما بتكلمش الوقت واحد قارئ في كلمتين في كتاب وبتكلم, إنما من خلال عمل الدولي عرب 48 المسلمين أهل السنة المقيمين في فلسطين محمشين ويحتاجون إلى دعم داخلي, دعم خارجي. بمعنى الآن المخيمات كل الناس اهتمامها بالمخيمات الخارجية يا أستاذ ملهم, والناس اللي رفضت تسيب البلد أهل كفر قاسم, الناس اللي رفضت تسيب البلد مش لاقين حد يمدلها إيدها. أنا بأنادي من هذا المكان اللي يقدر يبني مدرسة لأهل فلسطين في الداخل لا يتردد, اللي يبني لهم مستشفى, اللي يبني لهم جامعة ونتواصل معاهم ونقويهم, واللي يقدر يزور القدس ويقول كلمة حق في القدس لا يتردد, واللي يقدر يوصل إعلام فيها شموخ وفيها عزة وفيها كرامة وتواصل مع أهل الإسلام ويعزهم في الداخل لا تردد. إنما القطيعة والقص دي أمر خطير جدا وأمر سلبي. تمام. الأستاذ مختار عايز تعلق على كلام طبعا الشيخ. أنا كنت الحقيقة متخيل إن هو لقاء قانوني حوالين المطالب الصارمة, بس أنا أتحدث ونتكلم في مسألة الدستور. لا ده كده, لا ده كده أصبحت مناظرة. أستاذنا بيهد كل الثوابت الثورية اللي مفيش موجود. لا دي واحدة مع الثورة. لا اديني فرصة بقى. حضرتك اتكلمت حوالي تلت ساعة محدش قطعك لو سمحت يعني, فما ما تقطعنيش خالص. حضرتك ده بيقول كلام خطير جدا. ثورة ايه اللي حضرتك معاه؟ بيتكلم دفاعا عن اولا حكايه التعميم الاسلامي اللي احنا بنعمله دي, مع حبي الشديد للاستاذ رضا واحترامي له, حكايه التعميم الاسلامي واستخدام الاسلاميات في كل حاجه كده, ده نوع من انواع الارهاب. انا بتكلم في قضيه محدده. انا قدامي نظام ارتكب جرائم,
نظام ارتكب جرائم. ما نقعدش بقى نتكلم عن نجيب الأحكام الإسلامية التي تنطبق. كان من ضمن الإسلام أن يحرم الإنسان من الشهادة طول عمره نتيجة كذب وافتراء على الأمة الإسلامية، وده موجود في القرآن وله تفسير. نعم. ولا تسمعوا لهم إطلاقا شهادة طول العمر في عقوبات يا سيدي. نسمع العقائد. لا لو سمحت نسمع شيخ رضا لو سمحت. في حاجة اسمها عقوبات. أنا قدامي ناس سرقوا فلوس 70 مليون وجوعوهم وقتلوهم، كل من شارك في هذه الجريمة أسقف له؟ من سقفوش يا أستاذ سيبني أتكلم. أنا هو حضرتك يعني حضرتك أنا لم أقاطعك مطلقا. اتفضل يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ مختار. يعني أنا مستغرب. ثم حينما ده احنا بنلوم على البرلمان، احنا ما لناش علاقة، لما نتكلمش على إخوان ولا سلفية، احنا بنتكلم على مؤسسات، بنلوم على البرلمان هذا التأخر الشديد في قانون العزل السياسي. تأخر شيء كان لازم أول ما يدخلوا ويقولوا أقسم بالله العظيم أنا أحترم الدستور والقانون، احترامهم للدستور والقانون كان يقتضي أنهم يعملوا قانون العزل السياسي ويعملوا العفو العام عن كل العقوبات. يا أخي الفاضل، الجرائم التي ارتكبت في عصر مبارك 462 قتيل، عايزنا من الجنرال أقول تابوا؟ طب يا أخي عاقبهم على الجرائم. تابوا يعني إيه؟ لما نيجي نتكلم عن السجون، الناس اللي اتسجنت 18 سنة متصلة و19 سنة، اللي يعني بمنتهى البساطة كده 86 ألف معتقل في سنة واحدة، اقول عفو الله عما سلف. لا ده اصل الاسلام. لا مش كده بس، هنرد العقاب الحقيقي لهؤلاء الذين زوروا اراده الامه، الذين زوروا اراده الام. يا اخي الفاضل، انا حتى هذه اللحظه في احدى الدوائر شاهدت تزويرا امام الدكتور جمال حشمه الذي قبل التزوير الذي صنع لصالحه، لا ينبغي اطلاقا ان تقام له قائمه بعد الان، مش ان يستضاف. قانون العزل السياسي معمول عشان ايه؟ عشان الناس اللي قعدوا 30 سنه يفسدوا في الارض لهم اذنب ومصالح. ما حضرتك شايف الحريق هنا وحريق هنا، فبيتعمل القانون ده عشان تدونا فرصه نحن الضعفاء المستبعدون طوال 30 40 سنه 50 سنه من اول الثوره، ان احنا نبتدي ناخد نفسنا. الاخوان المسلمين دول بداوا الحكم مش عارفين يعني ايه برلمان، ادوهم فرصه، مش قادرين يواجهوا مؤامرات، مش عارفين يمارسوه. الوزارة اللي هتيجي برضو مش عارف يعني ايه وزارة، ادوهم فرصة. اي الرئيس اللي هيجي ايضا يحتاج الى فرصة. لما اجي انا النهاردة اطلق سراح اهل الفساد والتزوير والقتل والنصب وسرقة المال العام، اطلق سراحهم واقول يمكن تابوا، عندنا خمارة، الكلام ده ما يمشيش في السياسة الشرعية. لا مؤاخذة يا استاذنا الله يبارك لك. نعم. طيب. ما يمشيش في السياسة الشرعية. طيب. السياسة الشرعية تعني في مفسدين يعاقبوا، وابسط عقاب بيعملوه. لا ده بالعكس، ده انا بعتبر المجلس العسكري وبسكوت البرلمان اداهم جوائز، ملكهم السرقات التي سرقوها. يبقى النهارده لما يفكر البرلمان يعمل خطوه نبتدي لهم لا ده احنا نجيبهم معانا عشان ناخد بالنا منهم، مفيش الكلام ده. السياسه الشرعيه ما فيهاش الكلام ده. في سياسه شرعيه وفي ثوره وفي احكام اسلاميه وفي عقوبات. هؤلاء الناس احنا نطالب بلم هؤلاء الناس من اول سوزان مبارك لغايه اخر مزور. هو ما فيش ضباط شرطه زوروا فيه وفي ناس رفضوا، ما فيش موظفين رفضوا الدخول، والله في موظف سجل لقاء لعميد وبيقول له تعمل كذا في الصندوق، وقال له هذا التسجيل، راح اداه الوزير الداخليه قال انا مش مشارك في الانتخابات دي، موظف صغير الله ما خافش على اكل عيش. اقوم انا النهارده اكافئ الاخرين اللي زوروا واللي قتلوا واللي سرقوا، انا بقول لا 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 نفتح لهم صفحه جديده. هذا كلام. سيبنا كمل حضرتك الاخر. طب ما انا عايز اضيف. لا حضرتك سجل بس الملاحظات، سجل حضرتك براحتك. يعني هذا الكلام من لم يرتكب جرم يا سيدي ما فيش حاجه من لم يرتكب جرم. هنرد يا شيخ ده بس نسجل بس الملاحظات. انا كوزير مختار ونرد ان شاء الله. انا كوزير القران قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. سئل الشيخ قال له انا احيك الملابس للذين ظلموا انفسهم، فهل انا من اهل النار؟ قال لا لست أنت، بل الذي قدم لك الخيط ده اللي أبعد من كده هو من الذين ظلموا أنفسهم. لا يا أستاذ، مفيش حاجة اسمها كنت وزير. بس أنا كنت وزير ثروة مائية، وزير ثروة مائية وبتفرج على التزوير، بتفرج على القتل. عاطف صدقي رحنا له في يوم وإحنا في مجلس الشعب وقلنا له إن في 286 بيتعذبوا دلوقتي في السجون، قال والله ما عندي علم. صحيح الكلام ده يا فلان؟ قال له نسأل السيد وزير الداخلية، كان زكي بدر الله يرحمه أيام. الله يرحمه. نسأل السيد وزير الداخلية. بقى عاطف صدقي بوصول، أنا معرفش مات ولا عايش، لكن بوصول هذه المعلومة إليه لا لابد أن يسأل ولابد أن يحاسب، ولو كان عايش لابد أن يمنع من ممارسة العمل السياسي. لا. لأنه فاسد. لا. وأفسد. لا. أنا بتكلم بالمعيار السياسي. لا. لا. فاسد وكل وزير شارك في حكومة مبارك فاسد وأفسد،
وكل إنسان قدم للوزير نصيحة أو تقرير فاسد وأفسد، وكل من تولى منصب، وكل من قام بإقراض بنوك، يا أستاذي دي دايرة واسعة لابد أن احنا نقضي عليها عشان نقدر نقيم حياة سليمة. واللي بيحصل ده كله المادة 28 لأننا لم ننشئ قانون العزل السياسي الذي يعزل أول ما يعزل المجلس العسكري، لأنه شارك في هذه الجرائم وأدى التحية لرجل كان من أهل الباطل والطغيان. يا سيدي الفاضل، أما موضوع المفتي فلا يجوز لمفتي بمنصبه الرسمي أن يخرج على عقيدة أمة حتى لو كانت هذه العقيدة مجرد رأي اتفقوا عليه. عقيدة أمة اتفقوا عليه إن زيارة إسرائيل خيانة للقواعد احنا حطيناها. أنت عايز تخرج عليك أن تستأذي الناس أولا. منصبك الرسمي يمنعك، يمنعك من أن تطلع بدماغك كده حاجة تعملها. لو أنت عايز تعمل تروح تزور إسرائيل أنت حر، روح زور إسرائيل، بس دي جريمة عندنا احنا بنعتبرها جريمة. القانون الدستور اللي بنستفتي عليه اعتبرها جريمة. في دستور تاني خفي صوتنا عليه كلنا اسمه اللي يزور، كنا بنهتفه واحنا صغيرين، اللي يزور اسرائيل يبقى خاين يبقى عميل، كنا بنقولها واحنا اطفال. انت عايز تروح استقيل يا اخي، ابعد عن دار الافداء وخليك مواطن عادي وروح. حد هيقول لك لا، ما في عيال بتروح تشتغل هناك وعيال بتروح تتجسس وعيال بتروح تلقط رزقها. روح لقط رزقك، اعمل شغلانه، روح صلي هناك، اعمل دعوه اسلاميه، انت حر، اصبحت حر نفسك. لكن طول ما انت مفتي انت مش حر. جميل. نفسك هو جميل. وانا اختصرت عشان عندي موعد اخر. ربنا يكرمك. لسه قدام الوقت. هو بس انا كنت عايز الاستاذ مختار ربنا يعلي قدره ويشرح صدره عشان نطلع لفاصل. انا كنت بتكلم ان الشخصيه اللي مثبت ضدها موقف في جرم هو ده ما يتسابش، انما شخص كان راجل طيب وراجل له دور ايجابي جدا جدا في الحياه وله دور ايجابي جدا جدا في نشر الخير في المجتمع، يبقى هو ده. ايه المشكله؟ جميل. ان احنا نتعامل مع هذه النماذج، انما النماذج السيئه مرفوضه تماما. وده القران، القران الكريم لا ياتي بالظلم، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. تعميم الامر خطيئه. جميل. وواقع فيها الشباب اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. انا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ رضا. هنطلع لفاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نعود.